السلام عليكم. زار ولاية وهران قصر الباي بمنطقة سيدي الهواري، وكذلك كإشارة إلى إعادة إحياء مشروع الترميم نتاع القصر هذا الذي يعود إلى الفترة العثمانية حوالي 3 قرون. إذن إن شاء الله يكون فيه عمل تاع ترميم كل هذه المعالم التاريخية للجزائر في كل القطر الوطني، لأن هذا التراث المعماري القديم يعني يعتبر هو الروح الأساسية لهذه الأمة. يجب على السلطات أن تعتني بهذا التراث الثري. إن شاء الله يكون فيها إعادة إحياء مشروع هذا اللي كان من المفروض أن يعني يبدأ في هذه مدة سنتين باتفاق مع شركة تركية لترميم القصر الباي إذن بوهران. نخليكم تابعوا ما تبقى من الفيديو الرائع لهذا المعلم الرائع، وحتى يعني النقوش ما زالت حية في هذا القصر. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.